قال لك هذه وحده راجله جاب لها واحد العلبه ديال الشوكولاط بمناسبه عيد زواجهم الخامس، وفي نفس النهار مشات عند واحد صاحبتها هي لا ولدات باش تزورها وتبارك ليها، وقالت مع راسها بلا ما نشري لها الكادو اجي ندي لها غير الشوكولاط نيت. المهم النهار الثاني صورت لها صاحبتها وكانت تشكرها وقالت لها يا الحبيبه ديالي انت ما كاينش بحالك، والله بصراحه تفاجات ايفون 13 وعاد 1000 دولار داخل العلبه ديال الشوكولاط، والله ما كان عليك تكلف في راسك هادشي كامل. قال لك تيقولوا ما خلاو بها لا طبيب لا فقيه يقرا عليها، هاكا تنوض من الغيبوبه هاكا تضحك وتصفق وتزغرت وترجع ناس ثاني. يا خويت المطايب على واحد القادوس هو يخرج ليا واحد الجن ويقول ليا سير اخويا الله يرحم لك الوالدين، اكملت لي عضي ماشي في هذا البرد. قال لك هذا واحد الولد سول امو، قال لي يا ماما اشنو عندك في كرشك؟ قالت ليه اخوك، هو يقول ليها واش عزيز عليك هاد خويا؟ قالت ليه اه عزيز عليا، هو يقول ليه وعلاش كليتيه؟ ووحده خايبه قالت لما حميد غادي يجي يخطبني اش غادي تطلبوا منه في الصداق؟ قالت لها ماما غادي نطلبوا منه غير المسامح. واحد خايتي قصيوره مشات تشهد في المحكمة، قال لها القاضي اشنو سميتك؟ قالت ليه لخلا، قال لها بدينا نكذبوا من دابا.